كما جرى اتصالان هاتفيان بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى رعاه الله وكل من اخيه صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وفضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف وتم خلال الاتصالين تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه شهر رمضان المبارك متضرعين الى الله تعالى ان يعيد هذه المناسبه الميمونه على مملكه البحرين وعلى الدولتين الشقيقتين بالمزيد من الازدهار والرفعه والتقدم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات.